سؤال، شركة نستلي تضيف السكر لحليب أطفال الدول الفقيرة؟ هذا ما توصلت إليه منظمة Public Eye سويسرية بعد أبحاث أجرتها في مختبر بلجيكي. الأبحاث أكدت وجود ما بين 1.6 و 6 جرامات سكر مضاف لكل وجبة في عينات من منتجات نستلي في دول مثل بنغلاديش وإثيوبيا وتايلاند. طيب، اللي بينباعوا في غير هاي الدول شو وضعهم؟ نفس الأبحاث بيّنت أنه عينات من بعض منتجات الحليب للأطفال الرضع في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لم تتضمن أي سكر مضاف. التوصيات الصحية تحظر إضافة السكر تماماً للأطفال أقل من 3 سنوات. منظمة الصحة العالمية قالت أنه عدد الأطفال اللي بيعانوا من زيادة في الوزن دون الخامسة ارتفع بنحو 23% منذ 2000. تناول الأطفال السكر مش بس يؤدي إلى زيادة الوزن، بل قد يصل أحياناً إلى إدمان أكثر من إدمان الكوكايين. هذا غير عن تأثيره على التعلم والذاكرة. وخبراء التغذية يرون أن اعتياد الطفل على طعام السكر في سن مبكر يجعله يتناول مزيد من المنتجات السكرية لاحقاً، ما قد يؤدي إلى السمنة أو زيادة خطر الإصابة بأمراض مثل السكري. نستلي لم تشكك في نتائج التحليلات المختبرية في تعليقها على الموضوع، واكتفت بالقول إنها تواصل تطوير تركيباتها لمزيد من خفض كمية السكريات المضافة دون المساس بالجودة والسلامة والنكهة، مؤكدة وجود منتجات لها دون سكر مضاف وأخرى بسكر مضاف في بعض دول أوروبا. منظمة Public Eye طالبت شركة نستلي بوضع حد للمعايير المزدوجة الخطيرة والتوقف عن إضافة السكر لجميع المنتجات المخصصة للأطفال دون سن الثالثة في جميع أنحاء العالم.